نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر حفلا فنيا على مسرح أوبرا دمنهور يحييه المطربان ياسر سليمان ورحاب عمر. تضمن البرنامج باقة من الأغاني الوطنية والعاطفية، وجاء ذلك احتفالا باليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. تمثل لي ذكرى 6 اكتوبر الوجدان المصري، الهويه المصريه، تمثل لي الانتماء، تمثل لي كل حاجه حلوه، حاجات حلوه خالص يعني فوق خيالك. اوبرا دمنهور يعني انا لسه كنت بتكلم مع الناس هنا قد ايه هي جميله وفيها فن، حاجه ملكيه يعني محتاجه مصر كلها تاخد بالها من الاماكن دي، لان الاماكن دي مش موجوده في اي بلد تانية غير هنا. فاحنا نتمنى ان احنا دايما نعمل حفلات هنا وفي اوبرا بورسعيد وفي اوبرا طنطا. عندنا اوبرات كتير فنيه وتجنن وتاريخيه، ويعني اي حد يتشرف ان هو يقف على خشبه المسارح بتاعتها ويغني فيها. بشارك النهارده في حفلات اكتوبر، عيد النصر 6 اكتوبر وكده، وان شاء الله مجموعه من الاغاني الوطنيه ومجموعه من الاغاني العاطفيه ان شاء الله تنور رضاكم يعني.